ابو زياد اللحن عندك ولا عند الاستاذ تركي؟ عند العود. استاذ تركي اللحن، وقبل اللحن نبي انت سريع علي يا بندر على طول، نبي نختار الاسماء. تبي تضيف شيء ابو زياد؟ ابو عماد انا ناشب في زياده من اليوم. الله يرزقك بزياده ان شاء الله يا رب تسميه. حد قلتها في ثمانية طواريك ما جيت تعدل لي الا الحين. ملتزم انا بالقافيه ملتزم. الشاعر محمد بن عقاب السيحاني، ان شاء الله ما اكون مخطي في الاسم. هلال بن فرح الشيباني، تفضلان شعرانا. عسى ما اكون اخطيت في الاسم. اسمع واحد يقول عتبان، هذا الميدان للشعر فقط، كل من يجي هنا هو شاعر ولا ينظر لاخر الاسم، خصوصا ان فيه ميدان عزل ميزان عدل ولا ينظر لي الا ما يقدم عند الميكروفون. تفضل عطنا اللحن. يا لا 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 يا الله بحضني ينزلها بمنزلها، يا الله بحضني ينزلها بمنزلها، سلام ولي طرف ولي وقف في صلاة الحكم من يرضي طوال العمر. لا بد يقلط على الدلة وفنجالها، لا بد يقلط على الدلة وفنجالها، في صلاة الحكم من يرضيها ولا العمر. يا مرحبا الرجال في يدها القرار، والنفس ما هي بتجزى غير بأعمالها، والنفس ما هي بتجزى غير بأعمالها. يا مرحبا الرجال اللي يجيها القرى، تبغى الصراحة ترى ما في يدينك قرار. أنا أعرف المملكة وأنا أعرف رجالها، أنا أعرف المملكة وأنا أعرف رجالها. خلوها تفضل أشعارنا، يعطيكم العافية. ترى ملاحظة لجنة التحكيم ملاحظة دقيقة، لو حتى نزودت في الوقت نص دقيقة ولا دقيقة ترى ما محتسبين البيت، لذلك ساعدونا إذا انتهى البيت. تعليق عندك يا دكتور؟ التعليق يقول صح الله لسنتكم، محمد ما قصر، وبالنسبة للهلال سواء جاب بيتين ولا أربع ولا أكثر ما يغير شيء من قناعتي أنا الخاصة، لأني أعرفه في الملاعب خارج المسابقة، ومتأكد تمام التأكيد أن هلال من المواهب الممتازة وشاعر يقود القاف، وهذا ترى نادر الآن من الشعراء الجدد أو اللي يعني حديثين العهد بالمحاورة أن يقدر يقود القاف. هلال من أبرز ميزاته وخصائصه أن يقدر يقود القاف ويفتح معاني وأبواب جيدة للحوار، فلا يتضايقون زملائي، إحنا نعرف مستواهم الأول ونعرف إمكاناتهم، والله يقويهم ويعطيهم العافية. شكراً يا محمد. أبو عماد الله يبيض وجهكم. ومحمد أدري أن الوقت ما ساعدك في التركيب، والاستعجال مطلوب في البرنامج وكذلك الجودة، وهي معادلة صعبة، اللي يوفقها الله يركب البيت بسرعة بجودة جيدة هذا من حسن حظه، اللي ما يوفق في التركيب الجيد بسرعة فهذا احنا مقدرين وضعه ومقدرين وضع ضيق الوقت. شكرا لكم. جميل. استاذنا تركي
صحة ألسنتهم والله يوفقهم. ما عندي إضافة على ما قاله الدكتور إبراهيم والشاعر فوز العزيزي، ما عندي إضافة. صحة ألسنتهم. بيض الله يجيكم، بيض الله يجيكم شعارنا، يعطيكم العافية. باقي آخر شعرين معانا. قرب الوقت، يعطيكم العافية.